وإلى أولى تقارير أمسية الليلة، والذي نتعرف من خلاله على مفهوم الكوميديا السوداء وكيفية تعاطيها للموضوعات بشكل فكاهي أو ساخر، مع الاحتفاظ بجانب الجدية في الطرح والفكرة. تفاصيل أكثر حول مفهوم الكوميديا السوداء نتابعها في التقرير التالي. أنتوا ابدوا الحوار، ابدوا الحوار منه يعني، مو لازم تمشون من هناك. يلا الابتسامة هي القناع الأفضل لكي تخفي حالتك الحقيقية، مقولة للكاتب عزيز نيسين. ولعل الكوميديا السوداء أتت لتغليف القضايا المطروحة في المسرح والدراما بابتسامة خفيفة ومؤلمة في آن واحد. يطلق مصطلح الكوميديا السوداء بالعلوم الدرامية والعلوم الأدائية على تلك الكوميديا التي تناقش اللي احنا نسميها التابوهات. الكوميديا السوداء أعتقد أن وجودها لازم، خصوصا في الوقت الحالي في المجتمعات العربية ولا الغربية، حتى في المجتمعات المحلية الخاصة فينا. يمكن بعض الناس نفسي حسومات باكتئاب فتحتاجين هالتتشات البسيطة لشوية تريحات شوية خفيفة، وتذكرنا بسبب المصيبة بس بطريقة فريحية. رائع رائع يا ابن عبدوس، ما علمت أن لك فلسفة في العشق، ولكن لم تجبني. الكوميديا السوداء الآن وجودها حتى أصبح في الأعمال المسرحية والتلفزيونية، في السابق كانت على مستوى عمل كامل، يعني خلنا نقول على عرض مسرحي بالكامل. تنتقد هذه الممارسات أو هذه الظواهر المجتمعية بشكل ساخر لتقريبها من المشاهد بشكل أكبر. في المسرح المحلي في كثيرين من المخرجين تطرقوا لمسألة الكوميديا السوداء في أعمالهم، منهم من كان عمله بالكامل في مدرسة الكوميديا السوداء، وفي منهم من اعتمد على مشاهد معينة. موجة مسرحية بدأها ثلاثي رائع في مسرحنا العربي اللي هو محمد المغوط ككاتب، ودريد لحام كممثل، ونهاد قلعي كممثل، ومعهم فرقة اللي هي كان اسمها فرقة تشرين في الثمانينات والتسعينات من هذا القرن. أعتقد منهم أستاذ معي الحليان في مقامات بنتاية. أيضا ما ننسى موجة من أعمال الفنان الكبير عادل إمام، أيضا الفنان الكبير ياسر العظمة من خلال مرايا أيضا، والأستاذ محمد العامري في مجاريح. ممكن أنا أوصل لك إياها بضحك صح، بس أخليك تذكرين هاي الضحكة طول عمرك، أن في هاليوم وفي هالموقف أو هاي الحالة لنا عيشة صدق، أنا عشت هالشي اللي يدعو للضحك كثر ما هو يدعو للزعل. خلينا نقول طلق هذه الأيام وذلك في عمل خير، وأي خير أجمل من صاحبتي غنية لا أوف تطعيم حب الجناح وما أكثر الغواني. طب يستوي في هذا. إذا بنتكلم إسقاط هذا الكلام المحتوى اللي تكلمناه الآن على مسرحيتنا، مسرحية مصارع العشاق الآن اللي إن شاء الله بنقدمها في مهرجان دبي لمسرح الشباب في 2021، نحن أخذنا الكوميديا السوداء في كثير من الجوانب. فعلى مستوى الشخصيات نحن نتكلم عن شخصيات يعني لها وزنها وثقلها التاريخي والحتى يعني السياسي، فالتطرق لهذه الشخصيات يحتاج منا أن نتذاكى، يعني على قولتهم نلف يمين ويسار شوية. فمثلا نحن عندنا شخصية ابن زيدون، ففي رسائل معينة هو يرسلها، إذا أرسلت بالشكل الجدي قد تكون إما ثقيلة على المشاهد وإما تكون حساسة لبعض المشاهدين. فنحن تناولنا هذه الأمور في حوارات الشخصيتين ابن زيدون مع صديقة والند الخصم ابن عبدوس بشكل كوميدي يعني أسود، بشكل كوميدي يعني يبعث بالألم في مواضع معينة.